إلى شرق البلاد، حيث قتل جندي أوكراني وأصيب 3 آخرون بجروح، أحدهم في حالة خطيرة، وذلك إثر قصف للمسلحين الموالين لروسيا في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ديمتري غوتسولياك أكد أن المرتزق الروس قصفوا مواقع الجيش الأوكراني 50 مرة خلال الساعات 24 الأخيرة. القصف عرف استخدام مدافع الهاون من عيار 120 ملمترا المحظورة بموجب اتفاق مينسك للسلام. من قذائف الهاون ذات العيار 120 ملمترا قصف العدو منطقتي فوديان وغنوتوف، كما قصف أيضا مواقعنا في بلدة نوفاترويتسكي، وذلك باستخدام المدافع الرشاشة من العيار الثقيل وقاذفات القنابل. العدو هاجم أيضا مواقعنا في بلدات شروكنا وليبيدينسكي وبافلابولي.